السادة الأساتذة، سيدات والسادة الإداريين، السيدات والسادة ممثلي المنابر الإعلامية، أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات، حضرات السيدات، حضرات السادة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ببدء أريد أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للأستاذ أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على قبوله الدعوة وحضوره معنا اليوم في هذا اللقاء المهم. شكرا السيد الرئيس على مداخلتكم القيمة، لي اليقين أن استفدوا من الطلبة واستفدنا حتى احنا، فشكرا لك، سعداء بحضوركم معنا اليوم. في الحقيقة بكل مشاعري الغبطة والسرور مقرونة بالفخر والاعتزاز، يسرني أصلة عن نفسي ونيابة عن الأسرة، أسرة الكلية المتعددة التخصصات، أن أرحب بكل المشاركين في هذا اللقاء المهم في هذه المؤسسة التي تحرص دائما على أن تكون نافذة منيرة وفضاء جامعيا حاضنا لمختلف الأنشطة العلمية والثقافية، تماشيا مع سياسة الانفتاح التي تنهجها دائما وفق رسالتها العلمية والأكاديمية. إنه من دواعي الغبطة كذلك أن نلتقي بكم في هذا اللقاء العلمي المهم حول الجهوية الموسعة والنموذج التنموي الجديد ببلادنا. أريد كذلك أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى زملائي عمداء كليات الحقوق كما قلت بطنجة وتطوان ومكناس، حللتم أهلا ووطأتم سهلا، مرحبا كذلك بجميع الأساتذة الباحثين والمختصين، وشكرا على مشاركتنا هذا اللقاء. ثم أود كذلك أن أتقدم بجزيل الشكر للسيد أو للمركز المغربي للسياسات العمومية وتدبير الأزمات على هذه المبادرة وعلى العلاقة الرفيعة والشراكة الوطيدة النموذجيتين التي تجمعنا، وكلمة شكر وعرفان مهمة كذلك لكل من ساهم من قريب وبعيد لإنجاح هذه الندوة الوطنية. كما قلت كلمتي ستكون جد مقتضبة، وفقط أريد أن أتمنى أتمنى لكم أن يستفيد كل المشاركين من هذا اليوم الذي يمثل فضاء فكريا مهما وفرصة سانحة لتبادل الآراء وإثراء النقاش حول موضوع مهم جدا، ألا وهو كما قلت جهوي المتقدمة والنموذج التنموي الجديد. كما يمثل هذا اللقاء كذلك مناسبة لتباحث أفضل السبل للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا. وفقنا الله وإياكم لخدمة الصالح العام لما فيه خير لوطننا الحبيب تحت قيادة رشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والسلام عليكم ورحمة الله.